خد الخبر ده، فترة الاستعداد للسوبر السوبر المصري، نادي الزمالك قرر خوض 3 وديات. هذا خبر حصري لزملكاوي. نادي الزمالك قرر يخوض 3 مباريات ودية. أول المباريات دي يوم 10، أول المباريات دي يوم 10 أمام فريق المدينة الليبي، ده يوم 10 اللي جاي. المباراة التانية هتبقى يوم 13 مع فريق دايموند، فريق مصري يلعب في أحد الدرجات. المباراة التالتة هتبقى مع البنك الأهلي، بس لسه دي إيه؟ يعني بنسبة 95%، يعني بنسبة كبيرة يعني، ولكن هي مش أكيد، يعني لسه جوميز هياخد قرار نهائي في المباراة التالتة دي. ولكن نادي الزمالك هيخوض 3 مباريات ودية، يوم 10 مع المدينة الليبي، يوم 13 مع دايموند، والمباراة التالتة لم تحسم بعد ولكن هتبقى بنسبة كبيرة مع البنك الأهلي. ده خبر حبينا نقوله ليه جمهورنا عن الفريق واستعداداته للسوبر المصري بإذن الله. من كده اتكلمنا في كل الأمور. كان أمر مهم جدا إن احنا نقول خلاص. كابتن أحمد سليمان قال خلاص يا جماعة، شكرا، احتفلنا، عندنا سوبر مصري نركز فيه بشكل كبير جدا، حظر إعلامي، عدم ظهور أي لاعب في أي مناسبة، كل الأمور دي أمور إيجابية جدا إن شاء الله عشان الفريق يخش في الفترة اللي جاية والاستعداد للسوبر المصري بشكل كبير جدا، في تركيز بشكل كبير.